الاعترافات اللي انفردنا بيها بالأمس، انتوا عارفين انه في طفل قتل في مسيرة إخوانية. طيب كان السؤال من الذي جاء بهذا الطفل؟ سؤال مهم جدا، اللي ياخد معاه طفل في مسيرة إخوانية ومسيرة مسلحة وانت داخل وعارف انك انت هتصطدم بالشرطة، يبقى انت هنا بتستخدم الأطفال. فهذه الفتاة اللي هتشوفوها هي اللي خدت الطفل معاها، وبتتكلم على انه ما تسمعوا كلام انه انا واخده الطفل يعبر عن رأيه، اصل دي ديمقراطية. لا، اللي ياخد طفل في مسيرة يبقى لا يهمه مستقبل الطفل ولا يهمه الأطفال، ويمكن أن يضحي بالأطفال من أجل أهداف جماعة الإخوان. كمان هذه السيدة، هو الطفل ده ابن أختها، يعني خدته معاها وأختها كانت بتنزل مسيرات وبعدين ما بقتش تشارك في هذه المسيرات، فهي خدت ابن خالتها، فهي خدت الطفل معاها يعني للمسيرة، عشان تشوفوا ازاي جماعة الإخوان توقعوا منهم كل شيء، انهم يمكن ان يضحوا بالأطفال ويضحوا بالنساء في سبيل تحقيق أهداف الجماعة. كمان بتقول انه انا شفت أسلحة في مسيرات الإخوان بس اللي بيشيلها مسجلين. طيب ما هو كون انهم موجودين في مسيرة الإخوان دائما، كنا نقول ايه؟ اللي هينظم مسيرة او مظاهرة هو المسؤول عنها. لو اندس فيها حد، لانهم هيدعوا بعد كده اصل دول مندسين، لا دول مش مندسين، دول اعضاء في جماعة الإخوان، لكن هي خجلا يعني بتقول انهم مسجلين خط. هي تعترف انه المسيرات مسلحة. احنا كنا عرضنا لكم المشاهد امبارح بس لخصناها قوي، لكن تعالوا نشوف اعترافات هذه الفتاة كاملة، لانها اعترافات في غاية الاهمية. كيف تستخدم جماعة الإخوان الأطفال وكيف تضحي بهم؟ في النهاية هذا الطفل غدر به، شهيد تم الغدر به 8 سنوات، ما خدتش رأيه لسه، أنت موافق على اللي بيعمله الإخوان ولا لا؟ 8 سنوات أخده معايا في مظاهرة وأضحي به بهذا الشكل، لا تفعل ذلك إلا جماعة الإخوان. الحريات كلها بتؤكد يا دنيا أن أنتوا عائلة إخواني. ايوه، عيلتي إخواني. بس انا ما بنتمش للمجموعه دي. انا كبنزل بدي رايي وبقول رايي، بس هو ده اللي انا بعمله. لكن كانتمائي لمجموعه كاخوان او كاي حاجه زي كده، لا انا ما بنتمش لاي مجموعه. بس خالتي والده الطفل مالها بقى؟ نزلت، كانت بتنزل معايا في الاول مسيرات، بس بعدين لقيت ان ما فيش فايده في الكلام ده، ما بقتش تنزل. ان انتوا بتحتموا في الاولاد الصغيره، يعني بتاخدوا الاولاد الصغيره بتكسبوا بيها عطف الشارع، ايه رايك في الكلام ده؟ ان انا كاخد طفل معايا عشان احتمي بيه، ده كلام مش مظبوط. امال ايه بقى الاطفال في ليه الاطفال؟ لا هو الاطفال والله بينزلوا زي اي حد، عايزين يدوا رايهم برضو. طفل عنده 8 سنوات هيدي رايه؟ ما انا بقول لحضرتك بلدنا بلد ديمقراطيه، بتدي الطفل للكبير وللصغير، بتدي له حريه الراي يعني ان هو يتكلم. تمام. انت اللي بتتهم الشرطه بقتل الطفل ابن خالتك؟ لا، ما بتهمش الشرطه ان هم قتلوا ابن خالتي. تمام، امال بتتهمي مين؟ او انت ايه اللي سمعتيه؟ انا اللي سمعته ان الرصاصه جات له من مبنى قصاد المسجد اللي طلعت منه المسير. ان واحد هو اللي صوب عليه الرصاص وضرب. ده اللي انت سمعتيه ولا اللي انت عارفاه ولا ده اللي انت متاكده منه؟ لا، ده اللي انا متاكده منه وده اللي انا عارفاه. متاكده ازاي؟ لان هو اتضرب بعد ما المسيره مشيت، وبعد ما المدرعات اللي انا شفتها بعيني مشيت. هو اتضرب بعدها. بس كنت عايزه اسالك على المظاهرات، وبامانه وبصدق، هل المظاهرات والمسيرات بيبقى جنبك ناس معاهم اسلحه بامانه شديده؟ انا بامانه، انا في بعض المظاهرات اللي انا نزلتها ما شفتش، وفي بعضهم شفت ان في ناس. إيه؟ ما شفتش ان في حد بيقتل او حد معاه مثلا معاه سلاح. تمام، لكن في المظاهرات الاخيره اللي انا كنت بنزل فيها، ان في ناس بتقتل، والناس ديت مش شكلهم ولا شرطه ولا شكلهم من الناس الغلابه اللي احنا بنمشي معاهم، شكلهم مسجلين. كنت بتشوفي ناس معاهم سلاح في المظاهرات؟ شكلهم مسجلين. شفتي حد بيطلق النيران ولا حاجه داخل المظاهرات؟ شفت كتير. قولي شفتي ايه؟ ايوه، شفت ناس بتقتل وشفت ناس معاهم سلاح. طب ليه لما شفتي ما حاولتيش تنجو بنفسك وتيجي تبلغي؟
ما كنت بخيف، كنت بخاف ان انا ساعه ما اجي ابلغ يمسكوني انا او يتهموني انا في حاجه زي كده. بس فكرك مع عوده الرئيس مرسي والشرعيه شايفاها ازاي؟ هي ان انا انزل عشان خاطر اطالب بديني وانصر ديني ده مش غلط، بس ان يعني سياده الرئيس مرسي ان هو يرجع ده مستحيل. ليه بقى؟ خلاص هو مستنيين الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل اللي عليه. الشرعيه شايفاها فين؟ ايه الشرعيه؟ ده بيد الشعب. لا الشرعيه شايفاها مع حكم مرسي والاخوان، ولا شايفاها دلوقتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هو الشرعيه ولا هلاقيها مع الرئيس مرسي ولا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ امال الشرعيه مع مين؟ مع الشعب ذات نفسه. لا مش المفروض بيبقى في حد قائم علينا وحد بيدير؟ اللي هي جماعه الاخوان المسلمين. مالهم بقى؟ هم دول الحكم الاساسي الديني في مصر، عشان هم ناس اكتر ناس عندهم فكر في الدين، وعندهم عندهم فكر في الدين اكتر من اي اكتر من اي حد يعني. الشرطة لها دور في مقتل الطفل؟ لا الشرطة ملهاش أي دور في مقتل الطفل عبد الرحمن. خالص؟ لا. متأكدة من ده؟ أه متأكدة. عادي نزلت رابعة وما كنتش دموية وضد القتل وضد اللي بيحصل في أي مسيرة يعني. نزلت بشوف إيه اللي بيحصل هناك، وبنزل مسيرات كتير وبشوف إيه اللي بيحصل هنا وإيه اللي بيحصل هنا. أنا رافضة الدم أيا كان منين، إذا كان من أي حتة. رفض الدم تماما، مش مع اللي بيقتل، ومش مع مش مع الناس اللي بتقتل في الاطفال وفي الستات. في رابعه ناس كانت محببه جدا. ايوه الناس كانت بتموت في رابعه، بس انا ما شفتهمش. امال عرفتي منين؟ سمعتي وانت جوه رابعه؟ ايه سمعتي وانت جوه رابعه؟ اه سمعت وانا جوه رابعه. كان في إيه ناس بقى؟ ايه سمعتي؟ ايه سمعت ان في ناس بتموت، بس هم مين الله اعلم. إذا كان بقى من بره من جوه الله أعلم بيهم. لا أنت اتخذتي عشان قلت إن أنا رابعة، ولا اتخذتي منين؟ اتخذت من المستشفى. ليه؟ كنت رايحة بشوف جثة ابن خالتي اللي متوفي. فكل اللي أنا كنت بقوله في المستشفى واللي أنا كنت بزعق بيه في المستشفى، حقك هيجي يا عبد الرحمن. بس فالظابط شاف صورة رابعة في التليفون خدني. عايز اقول لكم انه طبعا هذه الاعترافات في غايه الاهميه. شوفوا ازاي استخدام الاطفال في شوفوا ازاي كمان يتم اتهام الشرطه وهي بتعترف انه الشرطه لا علاقه لها بمقتل الطفل. كمان بتتكلم عن اسلحه، كمان يعني عندها يقين، بتقول لك اصل هم الصح، هم الجماعه اللي بيعبروا عن الاسلام. هكذا يتم خداع الناس وإزاج بالبنات وبالأطفال في مظاهرات الإخوان بهذا الشكل. ما يهمهمش لا مستقبل الأطفال ولا مستقبل